معكم عبد الرحمن زياد. هذا الفيديو هو الثاني اللي غادي يكون عباره عن تحدي ولا تجربه كعامل النظافة. الفيديو الاول كان جمعنا الاوراق ديال الانتخابات، دابا هذا الفيديو غنجمعوا النفايات ديال البحر. خليكم معنا. اللي بغيت نوصل لكم دابا هو ملي تكونوا في البحر ولا في الغابه ولا في اي بلاصه، ملي تكونوا مع والديكم، ملي تساليو من داكشي ديالكم وداكشي الازبال اللي درتو، حاولوا تنقيو البلاصه اللي كليتو فيها وداكشي. السلام عليكم، سميتي عبد الرحمن زياد، من مواليد 2010 بالدار البيضاء. ليله الانتخابات كنت خارج مع الاب ديالي، تما بانوا لي الاوراق، اوراق ديال الانتخابات مرميه في الارض. تما فين جاتني الفكره باش نبدا فيديوهات على البيئه. انا من عشاق المحافظه على البيئه. اللبسه اللي شفتوني لابسها ديال عمال النظافه في واحد الفيديو، مشيت انا خيطتها عند الخياط، وتما كان لي شرف نلبسها. من بعد درت واحد الفيديو اللي كنت مشيت فيه للبحر وجمعت النفايات اللي كانوا في البحر، وتما وصلت واحد الميساج للناس باش يحافظوا على البيئه ديالهم ويحافظوا على البحر ديالهم. شاركت في واحد المبادره مع جمعيه البحري اللي كنا جمعنا فيها 575 كيلوغرام من النفايات، ودابا كنشتغل على واحد الفيلم قصير اللي كيتكلم على البيئه، وكنتمناو تشوفوه قريبا. من هذا المنبر كنشكر كل من ساندني، وكنشكركم جميعا. حافظوا على البيئة ديالكم.